جهة حكومية استحقت الفوز من جديد بجائزة التميز في التواصل مع العملاء لهذا العام، وأخرى ظفرت بالحصول عليها لأول مرة منذ تأسيس الجائزة من خلال تحقيق أعلى مؤشرات الأداء بما يتفق مع معايير النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل. 20 جهة حكومية كانت قد ظفرت بجائزة التميز في التواصل مع العملاء لهذا العام، جهات رسمية حرصت على أن تحاكي خدمتها التميز وتحقق أعلى مؤشرات الأداء بما يتفق مع معايير النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل، التي تدور حول أهمية سرعة وكفاءة الاستجابة مع مقترحات وشكاوى المتعاملين من باب الحرص على تقليل الجهد والوقت عليهم من خلال تنفيذ الرؤى الداعمة لبيئة عمل المؤسسات العامة وعبر ترجمة الخطط والبرامج إلى واقع تكثر فيه رؤية الأهداف العملية التي تسهم في تحسين المنتج في القطاعات الخدمية. الهيئة الحقيقة يعني تعمل بشكل حثيث للرد على الاستفسارات. إذا نظرنا أن العام الماضي كان عندنا حوالي 4000 طلب، السنة وصلت إلى 10000، زيادة أكثر من 100% نتيجة العمل من المنزل، جائحة كورونا، زيادة الضغط على الخدمات الحكومية، العمل أونلاين. ساهم الحقيقة متابعة الهيئة لكل هذه المشاكل وحلها ضمن الوقت المحدد في حصول الهيئة على هذه الجائزة. لا يمكن لتواصل حقيقة أن يعمل بالشكل الصحيح إذا لم يكن هناك مستويات مختلفة من التواصل المجتمعي بين الموظف الحكومي أو الموظفين الحكوميين والمسؤولين مع المواطنين. التواصل ما هو إلا جزئية رئيسية نعم، لكن لابد من بناء جميع المستويات في التواصل، ونفتخر بأسرة المعهد وتواصلهم مع المواطنين والموظفين الحكومة. 13 جهة تم تكريمها للعام الثاني على التوالي، في حين أن 7 جهات استحقت الجائزة لأول مرة، وما بين الإصرار والمثابرة على كسب هذا التقدير والرغبة في معانقة الفوز به حديثا نقطة ساطعة تقف على كلمات الجمل المكونة لمعاني تطوير العمل الحكومي القائم بكل احترافية والتحديث المستمر للخدمات وإيجاد الحلول المستدامة للمشكلات التي ترد بفحواها على تطبيق تواصل. انطلاقا من مبدأ حب التحدي وعشق الإنجاز، هو مبدأ تقوم عليه وزارة الإسكان وتؤمن به بجميع طاقمها، وعلى هذا الأساس حققنا وللمرة الخامسة على التوالي الفوز بجائزة التميز في التواصل مع العملاء، ولله الحمد، وهذا إنجاز مشرف نهديه لقيادتنا الرشيدة التي لا تألو جهدا في توفير سبل التواصل مع المواطنين بفعالية. جائزة التميز تمثل بأبعادها الإيجابية وسيلة تحفيز وتنشيط لواقع عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يشغل بالها حيازة رضا الجمهور وتقليل الفجوة بين المواطنين والمسؤولين عبر قياس تطلعات العملاء بشكل مباشر وتمحيص الردود المقدمة بكل دقة وشفافية، وذلك من خلال الاستجابة المباشرة. عندما يكون التميز غاية وعندما يصبح التطوير نبراسا يتقد بشعلته ليضيء الطريق أمام الساعين لتقديم أعلى معايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية المطلوبة داخل مؤسساتهم، يحل الرضا ويحدث التأثير الإيجابي المأمول في زيادة ثقة المتعاملين من المواطنين والمقيمين مع متنوع الجهات الخدمية الحريصة على تحفيز البيئة الإبداعية في أروقة إداراتها الرسمية. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.